مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. هكون انا مع حضراتكم جيرمين شلل. اعلنت وزاره الماليه تسليم اول سياره مايكروباص جديده ضمن المبادره الرئاسيه لاحلال المركبات المتقادمه بسيارات جديده بتعمل بالغاز الطبيعي. طيب علشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المبادره الرئاسيه والمزيد من التفاصيل، احنا بيشرفنا وبينضم الينا استاذ احمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادره احلال المركبات. مساء الخير واهلا بيك يا استاذ احمد. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. بدايه يا استاذ احمد، يعني ممكن حضرتك تشرح لنا اكتر تفاصيل هذه المبادره الرئاسيه وايه الهدف منها؟ هي المبادره الرئاسيه لاحلال المركبات المتقادمه بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. من اسمها بيبين ان هي بتستهدف اخراج السيارات اللي مر على صنعها اكتر من 20 سنة، سواء كانت سيارات ملاكي او تاكسي او مايكروباص، واستبدالها بسيارات جديدة موديل السنة تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين فيما يسمى تكنولوجيا الوقود المزدوج. الهدف من المبادرة في الحقيقة مجموعة كبيرة من الأهداف، يعني أولا تنقية البيئة من الانبعاثات الضارة اللي ممكن بتتسبب فيها السيارات القديمة اللي هي غير كفء في إحراق الوقود، كذلك تشجيع الصناعة المحلية لأن السيارات الجديدة اللي بيتم إحلالها محل القديمة هي سيارات منتجة على أرض مصر بنسبة مكون محلي 45% وتحمل علامات تجارية عالمية تصنع في مصر. ثالثا هي بتسهل على المواطن من الطبقة المتوسطة والأقل اللي هم بيمتلكوا هذا النوع من السيارات القديمة ان هو يحصل على سيارات جديدة بتيسيرات في السداد وحوافز مالية كثيرة. مجموعة كبيرة في الحقيقة من الأهداف. بدأت المبادرة بالسيارات الملاكي والتاكسي من شهر يناير، ووصل عدد السيارات اللي تم تسليمها في الملاكي والتاكسي حوالي أكثر من 4000 سيارة، لكن بالأمس كان بداية تسليم النوع الثالث من السيارات وهو الميكروباص، ويمكن ده بيعد إضافة للمبادرة دي لأن الميكروباص بيخدم قطاع عريض من المواطنين في مصر، ليس فقط صاحب السيارة ولكن الركاب اللي بيستخدموا السيارة، تكون سيارة مناسبة، تكون سيارة لا تخرج عوادم، سيارة مريحة يعني موفرة في استهلاك الوقود. طيب خلينا استاذ احمد نفكر يعني الساده المشاهدين ازاي بيتم التقدم لهذه المبادره، ايه هي الشروط وايه هي الاجراءات؟ التقدم بيتم من خلال الموقع الالكتروني للمبادره، وفي الحقيقه ده كان مقصود في ظل تحول الدوله الى الخدمات الالكترونيه، فوسيله سهله جدا للتعامل مع هذه المبادره والتقدم ليها هو الموقع الالكتروني اسمه جو جرين مصر، او لو كتب بالعربي كده مبادره احلال السيارات على جوجل بيظهر الموقع على طول. الشروط ببساطه شديده هي ان السياره يكون مر على صنعها 20 سنة أو أكتر، يعني بنقول تحديدا موديل 2001 وما قبلها، وإن سن صاحب السيارة يتراوح بين 21 سنة إلى 65 سنة عشان يتمتع بميزة التقسيط على مدة طويلة، ويجوز كمان للي عمرهم أكتر من 65 سنة الاشتراك في المبادرة لكن هيكون السداد نقدي. من الشروط كذلك إن الرخصة تكون سارية أثناء التقدم للمبادرة، وإن صاحب السيارة يمتلكها اخر سنتين قبل التقدم بالمبادره. تمام. طيب حضرتك استاذ احمد ممكن تكلمنا اكتر عن التسهيلات اللي حضرتك ذكرتها في بدايه الكلام، ومثلا ايه المعايير كمان اللي بيتم على اساسها تسليم السيارات الجديده؟ هاخد الجزء الاخير من السؤال اولا وهو المعايير. هو معيار وحيد وهو انطباق الشروط، ولو اضفنا عليه حاجه بسيطه هتبقى اسبقيه الحجز على الموقع الالكتروني للمبادره. فكل من تنطبق عليه الشروط بشكل كامل، وده احنا بنراجعه من خلال مراجعه البيانات اللي اتقدمت على الموقع اللي هي بيانات الرخصه والبطاقه، بمراجعتها مع الاداره العامه للمرور مصدره الرخصه ومصدره البطاقه، بنتحقق من صحه ودقه البيانات، وبالتالي بنتحقق من مدى
انطباق الشروط، بعد كده اسبقيه الحجز على الموقع الالكتروني، وده بيتم بشكل تلقائي من خلال الدخول على الموقع وبيتحدد بتاريخ محدد. نرجع بقى لمساله المميزات والحوافز اللي بتقدم في اطار المبادره والتسهيلات. هي في الحقيقه بتبدا بما يسمى الحافز الاخضر، وهو مقدم ثمن السياره الجديده بتسدده الدولة بالنيابة عن المواطن بشكل كامل، يعني ما بيبقاش مطلوب منه يدفع مقدم، وكأنه بيحصل على سيارة بدون مقدم. المقدم اللي بتسدده الدولة هو 10% من ثمن السيارة الجديدة بالنسبة للملاكي لحد أقصى 22,000 جنيه، وبالنسبة للتاكسي 20% من سعر السيارة الجديدة لحد أقصى 45,000 جنيه، وبالنسبة للميكروباص 25% من سعر السيارة الجديدة لحد أقصى 65,000 جنيه. ما تبقى من سعر السيارة بيسدده المواطن على 7 سنوات أو على 10 سنوات أقساط شهرية بالتنسيق مع 31 بنك بيختار منهم البنك اللي هو عايز يتعامل معاه، بسعر فايدة ثابت طول الفترة 3% فقط. ده سعر طبعا مميز جدا لأنه غير متواجد في السوق. حتى فترات التقسيط بالنسبة للسيارات دي فترات لم تكن موجودة قبل كده فيما يتعلق بتقسيط شراء السيارات. ده حقيقي. طيب يعني ممكن حضرتك تقول لنا يعني المبادرة الرئاسية وصلت لإيه حتى الآن؟ احنا تلقينا من البداية أعداد كبيرة جدا من الطلبات، تجاوزت 75,000 طلب منذ أن تم إطلاق المبادرة في شهر يناير الماضي، ولكن بيتم دوريا تنقية هذه الطلبات من حيث زي ما وضحت لحضرتك إنه هو بنتأكد من صحة ودقة البيانات، بنتأكد من انطباق الشروط، نتأكد كذلك من إن الطلبات دي مكتملة، يعني اختار كل البيانات وسددها بالكامل على الموقع ورفع المستندات المطلوبة. كل من أتم هذا وصل عددهم دلوقتي لحوالي 31,000 طلب. تم التعامل مع الطلبات وتم تلبية اختياراتهم. المواطن بيدخل على الموقع وبيختار من قائمة السيارات المعروضة، الملكي والتاكسي والميكروباص. عندنا حوالي 10 ماركات، كل ماركة فيها أكتر من فئتين أو 3 فئات، فيبقى عندنا الإجمالي في حدود 24 فئة، يعني مساحة كبيرة من الاختيار يمكن للمواطن اختيارها، زائد أنه بيختار الألوان المفضلة له في السيارات، كل ده على الموقع. فبيتم التعامل مع طلبه وبيتم إحالة طلبه للبنك ولشركة السيارات، وبيتم تلبية الطلب خلال فترة زمنية بتتراوح من شهر إلى شهر ونص. سلمنا لغاية نهاية يوم عمل منتصف أغسطس حوالي 4127 سيارة ملكي وتاكسي، بالنسبة 4127 بالضبط. وامبارح كان أول سيارة ميكروباص، نتوقع نسلم 20 سيارة ميكروباص في الأيام القليلة الباقية من شهر أغسطس الجاري، وإن شاء الله بدءا من الشهر القادم هيبقى معدل تسليم الميكروباص 300 سيارة في الشهر. عظيم. طيب خلينا بقى ننتقل لجزئية تانية وهي برضو مهمة جدا، يعني لازم نعرف إيه مصير السيارات القديمة، يعني هيتم التعامل معاها إزاي؟ ده سؤال مهم جدا، لانه المفروض ان المبادره من اهدافها الحفاظ على البيئه وصحه وسلامه المواطنين واعفائهم من حجم الابخره الضاره اللي كانت بتخرج من هذه السيارات. طبعا لما بنستلم هذه السيارات بدايه بيتم تجميعها في ساحه تسمى ساحه التخريب، ودي موجوده في القاهره الكبرى في اول الطريق الصحراوي من ناحيه القاهره الكيلو 26، وفي كذلك ساحات للتخريب في المحافظات الأخرى المشاركة في المرحلة الأولى للمبادرة، وهي الإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. بعد ما بيتم تجميع السيارات القديمة تم طرح مزايدة علنية بين الشركات علشان تيجي تاخد السيارات دي وتفككها ويتم استخدام مكوناتها كمادة خام في إعادة التدوير في الصناعات المختلفة، بمعنى الحديد يروح مصانع الحديد، البلاستيك يروح مصانع البلاستيك، والمطاط والفايبر وغيره من مواد الخام اللي هي تعتبر من مكونات هذه السيارات يتم تسليمها للمصانع كمادة خام وإعادة تدويرها في الصناعة مرة أخرى، بمعنى أنها السيارات دي خرجت من الخدمة تماما، لا تسير في شوارع مصر ولا كمان تستخدم قطع ومكوناتها كقطع غيار في سيارات، لا خالص، لأنها تعتبر
متهالكة وتعتبر مستخدمة مخردة، يعني انتهت صلاحيتها كمكونات سيارات. تمام. في النهاية أنا بشكر حضرتك، يعني شكرا جزيلا على وجودك معنا في تلفزيون اليوم السابع أستاذ أحمد عبد الرازق المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة. يعني قبل ما اختم مع حضراتكم، احنا تابعنا معاكم كل التفاصيل اللي اضافها لينا استاذ احمد عبد الرازق. شكرا ليكم على المتابعه، وانتظرونا في مزيد من التغطيات على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.